حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده وراح تكون استثنائيه في المدرج اليوم. انا والزميل محمود سويد راح نتواجد مع الجماهير في المدرجات وننقل لكم كل صغيره وكبيره. اكيد عادل، المباريات منتظره ومرتقبه في ذهاب نصف نهائي كاس جلاله الملك المفدى، المحرق في مواجهه الرفاع والحد في مواجهه الحاله. اكيد، واول مباراه راح نغطيها لكم مشاهدينا هي مباراه الكلاسيكو الازلي، الاسود والذئاب في معركة الذهب. الأحمر هذا هو الحكم الواضح معك على الشاشة والصورة، هو من حكام النخبة في 2016. اليوم متواجه الرفاع والرفاع ناوي ياخذ المباراة. صعبة عليه والله. من يقول صعبة؟ والله انا اقول لك صعبة. ايش فيك؟ شلون؟ والله صعبة. ايش تعرف محرق انت؟ بس بعد الرفاع مصعد رد عوري ونتائجه قويه اكيد. عارف محرق ولا لا؟ نعرف المحرق ونعرف الرفاع. اقول لك 6-2 اليوم تخلص النتيجه. غلطان، 6-2 نتيجه كبيره ذي. اقول اللي قال عن البرازيل 7-1 خلص 7-1 مع كم متوقع؟ توك ذهاب الفريقين بيتحفظون. تعرف محرق ولا لا؟ اذا ما تعرفهم تعرفهم اليوم. انا عندي لك سؤال، انت من الرفاع، ايش تشجع محرق؟ هي انا ما اسكن محرق بس ترى هي اللي تسكنني. يا سلام. واليوم مين بيسكنك؟ الرفاع يا ابو المباراه. مع احترامي لهم الرفاع، بس مين الرفاع؟ رفاع تاريخ وانجازات وبطولات. تاريخ تقول رفاع؟ طبعا اكيد محرق افضل في التاريخ، لكن الرفاع الغريم تقليدي. خير ان شاء الله، اقول المباراه اللي نلقى ان شاء الله. كم تتوقع؟ خلصنا من 5 و6 اليوم 7 ان شاء الله، 7 لا في 7 ان شاء الله، ولا شيء الرفوع ولا شيء والله الرفوع فريق كبير لا مكانته، لكن المحرق له كلمه اليوم ان شاء الله باذن الله. المحرق صار له مبارتين ماشي صح وباذن الله اليوم فايزين 2-1. انا سمعنا محرق بس اقول رفع بيفوزون. تقولين رفع بيفوزون؟ انا سمعنا محرق بس اقول لان هم قويه ان شاء الله ان شاء الله نغلبهم. يعني فريقك مو بواثقه فيه؟ انا واثقه. كم من زين متخلص؟ ان شاء الله 2-1 حق الرفاع. حقنا. مين بيفوز اليوم؟ حرق. ليه بيفوزون اليوم ضد الرفاع؟ لان اقوى فريق. رفاع؟ اي رفاع ما عندهم شيء. يهمنا متصدر ولا شيء. شنو؟ نذيب الحمر ما لو تجيب لي من؟ لو تجيب لي برشلونه نفوزهم يفوزهم. بتفوز على برشلونه؟ ايه نفوز. الرفاع اليوم؟ نفوزهم نفوزهم. شجع الرفاع؟ نعم. يساوي الرفاع اليوم قدام محرق؟ يغلبهم ان شاء الله. كم؟ 2-1. بس محرق على طول يفوز على الرفاع في هالمباريات. يمكن على ترتيب الامور يعني. يعني تتوقع الرفاع؟ ايه. راح تكون الكلمه لمن؟ راح نشاهد اول اهداف هذه المباراه. يحطها والله لا. بسرعه، جول ولا مو بجول؟ مو بجول. مو بجول؟ شنو كوميل؟ خلاص يجب انه يلعب يسدد. حطها والله لا. اشوفك مستانس ومتشجع، شكلها المباراه غير. اكيد لا ان شاء الله، ان شاء الله نفوز. بس بعد المحرق ما تقدر تغلبه بسهوله. مو مشكله، احنا في البدايه يعني ان شاء الله جابوا هدف، الشوط الثاني على الطريق بعدين، نتفائل خير ان شاء الله. وكم بتخلص اليوم؟ انا قلت من الساعه 2:00 ان شاء الله، لاني ثقت في المدرب واللاعبين ما لها حد صراحه. هل الاسود ولا الذئاب؟ الاسود ان شاء الله. الاسود شفت عدل؟ لا زين. الحين شلون؟ ان شاء الله ضايعه. خلنا نشوف السير ان شاء الله. زين محرق بيرجع ولا شلون؟ الله بيرجع ان شاء الله بيرجع. شلون نشوف الحين اول لعب قبل البلنتي؟ شلون محرق مستوى؟ شلون ان شاء الله قادر؟ ان شاء الله قادر بيرجع ان شاء الله. دائما احنا مبارياتنا يسجلون علينا ونرجع ونرجع بقوه بعد. بس الرفوع ضاغط من قبل البلنتي. شو ضغط؟ 10 دقائق ما في مشكله، هالكره لازم يضغط
هم يضغطون احنا نضغط. هاي الكوره يبون حكام من برا، مباراه مصريه يحطون حكام اللي ما يعرفون. قول حق الاتحاد يبون حكام برا. بس دعوا المحرك قادر يرجع ولا شو؟ يرجع الحمر بيرجع، بس قول حق الحكام. مباراه شوف يعني هاجمه بهاجمه، كانت هاجمه لنا انقاطعت من هنا راحت عنا مرتده. زين المحرك الحين شلون بيرجع ولا شلون؟ تو الناس وقت طويل وفي اياب هاجمه عليه. ما عليه موتر، موتر غير بلانتي ما يسجلون. غير بلانتي ما يسجلون؟ لا ويل. اذا كيف بتخلص المباراه؟ والله فارق واحد يعني. لك ولا لهم؟ لا لنا ان شاء الله 2-1. بيردون بيردون ان شاء الله. وين بيردون؟ اكل رفوع ضاغط؟ لا رفع ما تشوفهم كله كم واحد هناك ما يسوون شيء، بنرد عليهم انطر. كم بترد عليهم؟ 3 ان شاء الله. 3 وايد 3. الحين بتشوف بتشوف. حاري الحالة اخوي الحالة. زين حالة بس ارم بارتك الثانية شايبك الحين؟ ما علي اخوي، هاي الشعار الشعار يا اخوي يخليني اياهم من وقت، لازم اساندهم وانا هني. انا اشوف محرق اخر شيء. الغربي قبلهم اكيد. اي ما بيغلبون اليوم. اخر بطوله اخذها الرفوع 2010 9 سنين. زين ولو ولو من غالب الحين متوقع انه خلاص الرفوع ان شاء الله الغربي كان من زين. اي والله اللي هو كذاك بتطلعهم بعدين في النهائي بعد. يعني انت خلاص بعد ضامن تروح النهائي. مجرد مرحله بيطوفونها وبيطلعون. شوفوا شلون الفاعلين اخوي ما بيغلبون. البدايه لك بس النهاية ايش بيصير؟ باذن الله ان شاء الله اليوم كل من متوائل ان شاء الله بالنتيجه ان شاء الله. الجمهور مثل ما تشوف كارثه الملعب ان شاء الله يكون الانتصار ان شاء الله من نصيب ان شاء الله الرفوع باذن الله. الاسد يعاون يقولون الجماهير بس الذيب لا عوده. الذيب مو بمستوى القابلي. الاسد هالموسم مستوى وايد افضل والدوري يشهد هاي الموضوع. كل فريق ماذا يريد من خلال المواجهة الأولى من رحلة الذهاب؟ ملعوب الكرة حلوة تمريرة إلى دايو، خطر الجول، جول ثاني دايو، دايو يأتي بالهدف الثاني. اليوم مولعين ربعنا اليوم. دوا الشوط الأول. شوف آخر ثلاث سنين، آخر ثلاث سنين الرفوع يلعب أحسن من المحرك. بس المحرك يعني يحسمها بالخبره ويحسمها بلا يعني بال يعني مرتدات وهالامور. اذا يمكن يسويها اليوم بعد؟ اليوم بيسويها الرفوع، بيسويها اليوم ان شاء الله. اليوم هاي الاسد، هاي الاسد، هاي حزته. تعرفون الرفوع بس الكاس ان شاء الله في الرفوع في الحنينيه. لا تنسى باقي شوط ثاني، باقي مباراه ثانيه الحنينيه وياك انا وياك المباراه الثانيه بعد ناكلهم ناكلهم. وخبرات الذيب، خل الذيب ينفعهم، خل الذيب ينفعهم. هم مستوانا كل مباراه متصدر الدوري من اول جوله، ايش متوقع؟ وخبره المحرك لا تنساها على نفسهم مو على انه بيرجعون. اغلبوا الشباب والمالكيه ما يقدرون على الرفاع، ما يقدرون. بس التاريخ صالحهم، ما خلصت المباراه بنشوف. شو تقول حق الجماهير؟ انا ايش قلت لك اخر المباراه؟ قلت لك ما يخرعونا صح؟ ايه والان اقولها لك، والمباراه الجايه بقولها واللي عقبها بعد بقولها لك. لا ان شاء الله بيرجع ان شاء الله باذن الله. كان بيرجع زين. والله ان شاء الله نتمناها 2-1 يعني باذن الله. احسك مو متفائل ويا النتيجه وايد. متفائل انه قاعد تضيع فرص يعني وايد سهله من محرق يعني. وما شاء الله قاعد وان شاء الله راجع في الشوط الثاني باذن الله. نقلبها بعد ان شاء الله. الرفوع مو سهل. نقلبها اقول لك. كان بتقلبها؟ هذه قبل المباراه. 2-1 نقلبها. 2-1 يعني خلينا نشوف الفاول. كو تكتيك جول. الله بعد. مكشوحه قلت لك يا الله يا كريم قلت لك رفوع مو سهل الثاني شو تعدل المستوى فاهم ان شاء الله ان شاء الله. اذا هدفين مقابل لا شيء. فريق الرفاع ينجح في التسجيل. اذا عزامي شديد الكرام قلت حق الشباب في الثلاث المباريات احنا بنتغلب عليهم يعني في كل مباراه مو ثلاث مباريات في الثلاث المباريات مو كله فوز كله فوز ان شاء الله و3-0 وفوق. والله كلناهم اكل نص ملعب عليهم طول المباراة ولا هجمة علينا. المفروض نطلع 3-4 شوط الأول صراحة. أنا أتمنى الرفاع ياخذ الدوري وياخذ الكاس وأي بطولة في البحرين ياخذها. بس ما يقدر شيء. لا يقدر. لا تقول لي على حساب محرق. لا تقول لي على حساب محرق. على حساب الفرق كلها. صعب المحرق صعبين بيرجعون. بس مو على الرفاع. شلون مو على الرفاع؟ مو علينا. با
باقي شوط ثاني، باقي مباراة. الشوط الثاني بعد بنصكم باثنين بعد. كم بتخلص يعني أربعة؟ أربعة. وايد أربعة. بس واجد بس مو على الرفاع. شوف ضد محرق، محرق سهلين. سهل؟ بالنسبة لنا. شلون سهل؟ سهلين. منافسك الأول؟ لا لا. فرق نقطة في الدوري. مو منافسي. مو منافسي. هذه أول مباراة. هاي يعني اختبار لهم. يا شوف جمهورهم مش كثر. إيه. المباراة الجاية ما بيحضرونها لهم. تاريخهم لهم. بالنسبة لنا توهم صغار. صغار. شلون صغار؟ هم أبطال على اللي تحتنا. بس أرى إن الرفاع ما يقدرون يتأهلون على حساب المحرك في الكأس. مساكين. والله مساكين. الله يعينهم. الله يعينهم. بعضهم ما راح يداوم. ما راح يداوم. عاد بكم مرة أخرى من مجريات الشوط الثاني في هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق الرفاع أصحاب السعادة وفريق المحرق الملكي. تحية مهزوم 2-0 من الرفاع، والرفاع يبي اليوم ياخذ مباراة الذهاب عليك. خذ مباراة الذهاب، إذا انتهت 2-0 تعال قول لي خذ مباراة الذهاب، إذا خذها عندي مباراة اليوم. قادر محرق؟ محرق طول عمره قادر لآخر ثانية في الوقت في الملعب. كم بيجي بنزين؟ والله أعلم، بس المفروض تنتهي 2-2. إيش تقول عن محرق اليوم؟ اليوم محرق شو أقول لك بعد؟ لعبان شوي. ما بيضوها. ما بيضوها. ما بيضوها. بيردون ولا ما بيردون؟ إن شاء الله يردون إن شاء الله. لا لا ترى المباراة توها الشوط الأول. وين الشوط الأول؟ هذه كلها مباراة. 90 دقيقة شوط أول لا يفرحون وين بس اثنين شوط أول فاول الحين في مكان صعب باقي مباراة خلنا نتابع وياك الفاول باقي مباراة بعد مباراة أقول عليك عادي ثلاثة والله عادي بيرجع محرق وين بيرجع ثلاثة واثق فريقي واثق فريقي وين الأخطاء اليوم ها وين الأخطاء ما بنتحكي تحكي فيها الذوادي امس كفايه شوي اليوم نبيل مدرب نبيل كوكي ما قرا المباراه صح كان مدرب عاشور تفوق عليه لحد الان ان شاء الله يخلصون نبيهم يخلصون ان شاء الله وفي ويعدلون ان شاء الله المباراه الجايه بيردون الذيب جاي محمد جاسم مرهون والله كوميل الاسود بنسدد سجل بالجول جول مش ممكن مش ممكن اللي صير كوميل الأسود صانع الفرحة سجل صانع البسمة كوميل الأسود جمهور رفاعي جمهور الرفاع حاضر جمهور الرفاع يشجع جمهور الرفاع عاشور وازن الدفاع بالهجوم وقاعدين يطبقون تعليمات المدرب وماشي صح وهذا اللي نعرفه الرفاع وإن شاء الله بعد بيكون فيه أفضل وهذه المباراة الأولى وأتذكر قلت لكم مباريات المحرق والرفاع ما لها حسابات ولا كتابات فيها من يؤدي ويكون أهدى في الملعب ومهيئ نفسيا حق الفوز بيفوز وإن شاء الله ثلاثة ضد المحرق شو السالفة سلامك الله اليوم اللاعبين في الفورمة وناويين على المحرق بنية شينة فمبدعين الشباب صار ما قصروا هالسنة احنا غير وإن شاء الله بعد فيها زيادة من الأهداف إن شاء الله والمباراة الثانية بعد إن شاء الله الفوز إن شاء الله بتعني من السعودية عشان الذيب بس الذيب اليوم الله يكون في العون والله شلون شفت المباراة؟ والله ظلم الحكم الحكم ما أنصف الفريق أما ما شاء الله اللعيبة لهم وبلنتي ما هو بلنتي صراحة انتهت الأمور خلاص؟ الآن نبيون عمي تو الناس تو الناس تو الناس وين ربع ساعة وثلاثة مغلوب ما علي عادي ايش يعني ريح بالك ريح بالك ايش سالفة محرق اليوم؟ ايش لا ثلاثة؟ والله أول شيء الحكم شلخنا صراحة الشوط الأول مثل ما شفت بروحك يعني واللاعبين ما أدري يعني صراحة ايش السالفة ما عارفين صراحة اليوم أبو محرق صراحة أبو محرق دوري ناصر بن حمد سديدة يا الله رفاعي حبيبي يا كوميل رفاعي اليوم كوميل متألق بطل مراوغ أفضل لاعب في المباراة أفضل لاعب في المباراة تعتقد المحرق ما يقدر على العودة كل شيء جايز بكرة القدم بس النتيجة قوية 3-0 يعني
اولا مشكورين اللاعبين ما قصروا، واوصل سلام الى كوميل بالذات، صراحه ابدعت متعتنا وما خذلتنا. والله وش اقول لك، كوميل لاعب كبير يعني متعود على اللعب. بس انا سمعت شيء ان انت مدربع الفاولات. لا لا انا افضل منه. اول شيء طبعا نادي المحرق مو فريق سهل، وفي مباراه ثانيه على ما ظنيتها مو بنايت المباراه، بس ان شاء الله ربعنا يحسمون هالمباراه والمباراه الجايه ان شاء الله. واحد مشجع نادي المحرق اليوم يلعب ضد شباب، يوم يقول ربعنا زبالة من الرفاع، لان كانوا شباب في سن سماوي، حبيت اقول هذه الرفاع، الرفاع هذا هم الرفاع، خلي طالع الرفاع عدل ويعرف الشباب نادي شباب. ايش فيك؟ قول لي في قلبك. دفاع تعبان والحكم مأساة، يعني لا تحكيم عدل. واخوي هاي دفاع نفسية اللاعبين تعبان بسبب الحكم. اول شيء يعني شوف هاي اللعب. زين في امل يرجع محرك في المباراة الثانية؟ باذن الله قلبي ان شاء الله. ننتهي عقد نهائي كأس الملك. صعب على محرك يردون عقب الثلاثة؟ لا بس نسجل جول في الاياب نرد لهم ان شاء الله. والله ما اعتقد في امل صراحة. ما باقي الا خمس دقائق من المباراه ومقلوبين 3-0. ما راح احس ان المحرك بصراحه فقد الروح القتاليه اللي اهدناها عليه من قبل. يبا ما خلصت المباراه للحين. والله شو اقول لك، النتيجه ما تشجع. فريق ما أدى الاسباب. مستائين والله منه، والله ما ندرس صراحة. ما تفائل في الأيام؟ لا والله الصراحة لا، كلش مو متفائلين. هاللعب ما متفائل. كلش ما بنصل حق شيء. في أسوأ مستويات المحرك ما يطلع بهذه الصورة. اليوم الرفاع ماخذين الملعب بطول بعار للأمانة. نتائج الخمس والستة هذه مجرد أمور تقديرية تعطيك. في أمل في الأيام محرك يجيب أكثر من ثلاثة؟ إذا محرك في 2001 في شوط سجل خمسة. يعني 3-0 في 90 دقيقة مو غريبة على محرك. أطمن كل هالجمهور اللي حاضر إن اليوم الرفاع لعب مو بعشان إنه هو زين، محرك سيء. بتوعدهم في المباراة الثانية اللي هي بنتأهل فيها فاينال، وأنا واثق من المحرك. مبروك حق الاتحاد الفوز. حاطين حكم لا عارف يحكم ولا شيء، يبون حكم بقى حكم محايدين. محرك مو مستوى اليوم. ليش مسقيه ثلاث على بلنتي؟ وش من بلنتي صح؟ وثاش حتى الفاول الثاني بعد يسمون به بعد الفاول الثاني بعد الفاول. يا محرك اليوم اقول لك صدق تعب، يعني صراحه تعب. الغربي وايد احسن لعب برازيلي. رجال رياضي خطره هذه لمحرك ان شاهد هدف اول. الله ركله جزاء. الفردون جول. يقول جمال راشد. ما بخليني بواحد يا محرك. زين يا محرك زين. قلوب يا محرك قلوب. يا اخي والان ما في وقت ما في وقت. تمنى واحد الوالد وفعلا يوه الجول. الحين شلون في الايام؟ بإذن الله 2 و3 و4 بنوصل 5 إن شاء الله. الرفاع ما يخرعونا، مو بعودة على الرفاع ولا بعودة. شفت الحين سووا فيهم في الدوري؟ ترى اليوم روح المحرق شوي غايبة. 4 دقائق انتهت. نعم أعزائي مشاهدينا الكرام، عبد الله محرق اليوم ما ظهر في المستوى الطيب. الحمد لله على كل حال، هذه الكورة فوز وخسارة، مثل ما نفرح بالفوز لازم نتقبل الخسارة. بس أنا عندي وعد وأقولها لك قدام العالم دي كلها، احنا غيرنا النتيجه في مباراه يعرفونها في شوط واحد، غير النتيجه من 4-0 الى 5-4. والوعد ان شاء الله يوم الاثنين، وانا بقول لك النتيجه من الحين 4-0 اذا هذه، وبذاكرك عود 4 الرفاع ابو عبد الله عود. يبا هذا الذيب يمرض ما يموت حبيبي، وانا بقول لها لك، وانا اتكلم قدام رجال، وعندي رجال يلعبوا في الملعب ياكل الميدان اكل. وانتوا شباب شو تقولون، بيسوونها محرق ولا شلون؟ يسوونها ونص. 11 سجلوا 11 هدف في مباراتين من فخهم، المفروض يرجعون يعدلون نص، يعدلون وسط نصنا وسط دماء ورفاع، يسهلون لعبوا ادوا استغلوا الاهداف، وزي ما سجلوا 5 علينا. Come
وصل مشوار. ما عليه، ما قالوا في مباراه سله ثلاثه حق محرق من الشوط الاول، لكن من عطاهم ثلاثه يقولون الذيب جاي الذيب مات. واوصل لكم جماهير محرق، واحد يحاضر حق الغربي عند جماهيرهم كلكم، والكاس عند الغربي ما يطلع من الغربي. السلام عليكم. محرق ما يمشي. شلون ما يمشي؟ ما يمشي عراويك والله ما يحتاج. ثلاثه باقي مباراه بعد. صداره احنا نحن الصداره. مو بصداره الكاس ذي. الكاس بعد بناخذه. كل مباراه الاولى خلصت وثلاثه اتوقع صعبه شوي على المحرق ولا؟ باقي شوط. ان شاء الله الكره لحين في الملعب. ان شاء الله لنا كلمه. الجول الاخير ممكن شوي ياثر. اي واحد. قول المحرق. لا الربع قاعدها ان شاء الله تشوف الشعار انت ما علينا خوف ان شاء الله. هذه الربع طال عمرك. الاسد ولا الذيب؟ لا اكيد الاسد طال عمرك، بس انا اقول كلمه حق جمهور المحرق. قول. لا يطلعون في السوشيال ميديا قبل المباراه، الكره لحين في الملعب. لحين بالملعب، باقي ان شاء الله، باقي لنا شوط ان شاء الله نحسم. بس لحين. اول شيء وين صوتك؟ راح 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 ويا ابو عبد الله. يعطيك العافيه، لكن الجول الاخير يمكن شوي ياثر. قول المحرق. صح. وهو حلو انك تطلع فرق ثلاثة احسن فرق اثنين، بس بعد للحين باقي مباراة اياب، فرق قادر ويبشر بالخير. انت تشوف يعني شلون اليوم اللعب شلون؟ لا لا احنا احسن في كل شيء. لا يعني لا تسألني، احنا احسن في كل شيء. مستانس، ما فينا صيحة، نفرح نضحك، مستانسين. يبوناك وجينا لهم، قالوا يبونا احنا جينا لهم، قالوا بيقلبون النتيجة هكو يعني. نفس الشيء اذاننا غير يعني، ما تقدر تتكلم على انه في مباراة ثانية. زين في مباراتين. لا اللي في الكاس، خلنا في الكاس. كاس يوم الاثنين بعد بنغلب ونمشي عنهم يعني. قول لهم دوري كاس ما في، باي باي، قصينا اجوته خلاص. المباراة اليوم لعبوها الكاس، ان شاء الله نقضي عليهم ان شاء الله. المباراة الجاية بعد المباراة الجاية صعبة بتكون؟ لا ما في شيء صعب حق رفاع. هي اسود محرق، اسود لين اسود الحنية لين بياخذونها ان شاء الله، بناخذ الكاس الملك ونجيبها الحنية. انتهت العقدة كم سنة المحرق، ومدربهم ما قرأ المباراة صح. كنا نتمنى انه يخلي وليد الحيام ظهير ورجع ظهير وتبطل دفاعهم. مدافعينهم مو بجاهزين، والحمد لله ربعنا استغلوا الفرصة وفازوا اليوم، وان شاء الله يكملونها في الإياب. مبروك للرفاع وهارلك للمحرق. هذه النتيجة تؤكد بأن معركة الإياب ستكون مشتعلة بين الفريقين. أما الحين مشاهدينا ننتقل معاكم لثاني المواجهات، تسونامي الحد في مواجهة برتقال الحالة. مشاهدينا الأعزاء، احنا ندعو من خلال هذا البرنامج جمهور نادي الحالة. احنا طبعا عارفين ان الحالة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة والتاريخ يشهد لها، لكن من المنظر اللي نشوفه اليوم نشوف ما في جمهور لنادي الحالة. قد يكون هناك البعض لكنهم متوزعين على أرضية الملعب. الصورة تعبر عن كل الكلام اللي ممكن ينقال، لكن نتمنى حضور جماهيري أكبر للحالة، خصوصا أن فريقه قاعد يقدم مستويات طيبة، فريق أقصى عامل هذه البطولة ويتواجد في نصف نهائي كأس الملك. إذن جماهير ما لها أي عذر لعدم الحضور. جماهير نادي الحد أيضا متواجدة لكن بأعداد بسيطة. جماهير نادي الحد أيضا لها قاعدة جماهيرية عريضة، ونتمنى تواجدهم أكثر في مباريات الإياب. باختصار، بدون الجماهير المباراة تفقد متعتها، وإحنا بدورنا أيضا ننتظر الجماهير في مواجهات الإياب ليرسمون صورة جميلة ومعبرة عن كرة القدم البحرينية. الأمير حكم مساعد أول سيد جلال محفوظ، حكم مساعد ثاني صلاح جناحي، والحكم الرابع أسامة إدريس، مراقب الحكام خالد قليل، ومراقب المباراة خليفة إبراهيم. بداية صافرة المباراة، محاولة واستلام وبعد ذلك العرضية والخطورة، وهنا تسديد، يا جول محمد فارس. هلا حداوي، هلا سامول أبو عباس. سامول يتقدم، كوريو حاليا متقدمين الحد 1-0 على الحالة. اتمنى انهم يحافظون على المستوى ويطلعون بفوز ان شاء الله حق الحداوية. النهائي اتوقع مطلب للجماهير الحداوية. اكيد مطلب، ندعي كل الجماهير الحداوية انهم يحضرون ويعزون الفريق حق نحقق الانتصار ان شاء الله.
احنا ضاغطين الشوط الاول، شفنا اللعب كله يعني على الحاله لهم كانت اجمال 45 دقيقه كلنا نلعب، بس اخر دقائق شفت البلانت اللي صار، يعني الحمد لله ان شاء الله السعيد ما قصر، وان شاء الله اصابته ما تكون لاخر اللعب ان شاء الله. حاله يبون يسوون مفاجاه السنه ويوصلون للنهائي. لا صعب. شلون صعب؟ قادرين بعض. بس عندهم العاسمي يا اخي كان مدرب، كان مساعد مدرب ذيك السنه. عارف لكم. عارف لنا. بس ان شاء الله تفكيره ضاع. انت كنت حارس سابق نادي الحاله عادل؟ بالضبط. زين ما شاء الله عليكم. رابعكم شلون اليوم؟ والله زينين، بس الحاضر اكو بلانتي ضاع، لكن ان شاء الله. بس الاداء يعني مو بس على البلانتي، من قبل كانت الافضل. الحين شوي افضل صاروا، من بدايه اللعب كانوا شوي مرتبكين وذي، بس الحين ادائهم افضل، ان شاء الله الشوط الثاني بيأدون. كفه ميل لصالح الحد، الحاله قادر يسوي مفاجاه؟ اكيد اكيد الحاله يعني مثل ما تقول قاعد يتحسن الفريق. في الشوط الثاني ان شاء الله راح يعوض. غياب المشخص اثر على الفريق؟ لازم كقائد هو لازم ياثر، هو اللي يوجه، هو اللي يعطيهم معنويه، فمن كذي شويه يعني، لكن ان شاء الله الشوط الثاني قادرين يرجعون الحاله. ما اقدر اقول لك شيء، الشوط الاول 45 دقيقه شنو سووا الحد؟ غير الجول شنو سووا؟ بينيات، كرات طويله، الحاله قدموا اداء افضل، بلانتي اللي خفقنا سامويل، شوف بلانتي تخلي واحد يشوت يسار. ميسي اكو؟ ميسي شوت يمين يسار. ديبالا وانت يوفنتيني. انا يوفنتيني بس ديبالا بعد يضيع يسار. بلانتي تخلي واحد يشوت يسار. ان شاء الله الشوط الثاني الحاله يقدرون يعوضون ويضيعون ويعدلون على التضييع اللي ضيعوه في الشوط الاول. غياب جماهير الحاله وين؟ جماهير الحاله رقود. رقود. في المباراة الجاية إن شاء الله راح يجيبه بإذن الله بإذن الله. مش خاصة اليوم غايب وفي الإياب له عودة، وأتوقع بيصعب الأمور عليكم. بعد إحنا عندنا عبد الوهاب المولود، عندنا المزلينة إن شاء الله قادرين. رجع المشخص أو ما رجع ما في مشكلة يعني. أتوقع إن الإدارة ما استقطبت سلمان شريد إلا حق هاي البطولة، وإن شاء الله يعني تحقق لنا. المرة الثانية فرحت هذه يعني البطولة اللي فرحناها آخر مرة، نتمنى إن شاء الله هاي الحد كلهم يفرحون هالمرة إن شاء الله. لا من اليوم ننهي يعني مباراة الإياب تحصل حاصلة تكون، وننطر على القربي والله محرق بالنهاية. وايد واضحين إن تطلبون الحالة، وشوف إمكانياتنا أفضل من الحالة، فإن شاء الله بنطوفهم. والحلم شنو؟ الحلم أكيد الكاس، هذه عاد أقز اغلى كاس ذي، فان شاء الله اكيد في الحد المره الثانيه ان شاء الله. ما يهمنا احنا من موجود في الملعب، حداويه تسلخ اللي قدامه اخوي. محمد فارس هنا التقدم والعرضيه والابعاد من الصف والخطره هنا كوره جول جول سعد العامر والثنائيه حداويه هزت الشباك الحلويه والقادمون ياتون بالهدف. يا ريت بس ان شاء الله بس يريحونا ان شاء الله على المباراه الثانيه على الاقل نسد الهدف ونيوم بعد نشوف فايز ان شاء الله ونتلاقى مع الرفاع في النهائي. الحاله تعتقد ما يقدر يرجع في المباراه وحتى مباراه الاياب؟ والله يقدرون لان ما شاء الله عليهم لاعبين، عندهم لاعبين، عندهم دفاعات ما شاء الله زينه، قادرين يعني يردون بالعكس، بس نتمنى احنا ان شاء الله ما يردون عشان احنا نوصل يعني. الله يقدر الحد اليوم في الفورمة ان شاء الله يستمرون على المستوى ان شاء الله يفوزوا المباراة الجاية خلاص لازم ندش النهائي ان شاء الله. اتوقع حلم جماهير الحد الوصول للنهائي هالسنة. اي والله جمهور ما شاء الله مياودين الفريق ما يقصرون ان شاء الله يستمرون على المستوى واحنا وياهم ان شاء الله. مور يحسك مو مطمن؟ لا لا مطمن الحمد لله، وبيه ثالث بعد باذن الله طالعين وننتظرونا في النهاية إن شاء الله وناخذ الكاس وإحنا راجعين الحد. باب بقيت مباراة ثانية، مباراة ما خلصت. الكاس بالحد بإذن الله. تو الناس يا ريال. بإذن الله الكاس بالحد. الحالة يقدر يعوض؟ لا الحالة ما عنده الخبرة الكافية عشان يوصل لأدوار نهائية. الحد عنده الخبرة الكافية يوصل لأدوار نهائية، بس أنا أشوف مستوى زين. يعني نصف نهائي مستوى شي مرتبين وايد زين. الإياب. الإياب شلون الحالة بيعوض؟ أكيد هو إحنا بيعوض شوط ثاني لحين ما خلص بيعوض يبي حتى لو يسجل هدف عشان يكون جري في الإياب، بس إن شاء الله الحد قادر بيكونوا إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء فقرة مع الجمهور هالمرة مع أحد مشجعين نادي الحد، بسألك مجموعة أسئلة وبأجوبة سريعة، أول شيء في بول قوله. أبا
نفسه. أفضل لاعب محلي وهيب. مولود. مولود. أفضل مدرب محلي خلينا نقول. والله في الوقت الحالي سلمان شريدي. حلو. أفضل محترف. والله يمكن وتشي يعني يمكن تقريبا وتشي. جول ما تنسى. 9/9/2009 جول اسماعيل على السعودية. يا سلام. انزين لاعب يلعب في نادي ثاني تتمنى انه يكون في فريقك؟ بحريني يعني. بحريني اي شيء محترف بس في الدوري البحريني يعني. يمكن اسماعيل يعني. اسماعيل عبد اللطيف. عود الحسن. ما اسمع. عود الحسن. لا ذي مو بلا وعود. الياب هنا المولود هنا العرضية خطرة كرة جول. جول محمد عبد الوهاب والثلاثية حداوية تضع الحد في المباراة النهائية. الحمد لله يعني الشباب اليوم ما قصروا الفرق أدى أداء ونتيجة يعني هاي الأهم بس في الخطوة الثانية في مرحلة الإياب أهم شيء عدم الاستهانة بالخصم يعني الحالة قادر يرجع في أي وقت. أنا كنت بقول لك إياه الحالة ترى يقدر يرد ما خلصت ما ضمن تتأهل. يقدر أكيد بس أهم شيء عدم الاستهانة بالخصم في الإياب وحاولوا في هذه الأثناء أيضا تأتي صافرة النهاية وصافرة الختام من حكم المباراة عبد الشهيد عبد الأمير لإدارة مباراة أكثر من رائعة وبالتالي انتصار أيضا مميز. مستوى زين بس يبلون بعد شوي ناخذ الكاس. أشوفك مو بوايد واثق. لا إن شاء الله بس شوي يودون ناخذه. بس المباراة الجاية الحالة قادر على العودة. مستحيل. شلون مستحيل كرة القدم؟ هلا هذا صكينو. يا مناس خسرت 4 ورجعت و5 ما اعتقد فريقنا نقدر. الحمد لله رب العالمين الله اكرمنا بالفوز اليوم. نقول هار لك لاشقائنا في نادي الحاله. بس بقيت مباراه اياب باقي نعم قطعنا شوط كبير في النهائي في الوصول الى النهائي ان شاء الله نقطع باقي الشوط ان شاء الله في الاياب ان شاء الله الفوز ان شاء الله اذا فزنا الحاله اذا طلعنا من الحالة باذن الله الكاس نجيبه في الحد مره ثانيه. قادرين بعد مره رجال واللعب الحلو اللي شفناه اليوم والله قادرين. بس انا اليوم عندي ثقه في رابعي عندي رجال في الملعب وعدونا في التمارين انهم بيضوا ويهنا اليوم نص المشوار قطعناه بيضوا ويهنا والمشوار ان شاء الله بنكمله. رساله الحد الله يعين اللي بلاقيه في النهائي من السنامي باذن الله. هاي الحد ما عفون يلعبون يمينها ما بقت مباراة يمكن بيعوضون مباراة أنا يب 3 سيم علي يقدرون يبونه ما يقدرون على الحد ما يقدرون صعب عليهم. الحد هالسنة شكله ناوي يسوي مفاجأة. كاس الملك في الحد. كاس الملك قلت لك أنا في الحد. بتواجه يا الرفاعي محرق الله يا نخينهم احنا محرك تكاتيك او الرفاع. انزين الرفاع خير ما رمت عدل وياهم. انا شو تقول حق الافرقه الثانيه؟ اقول لكم حدوا وياكم شيلوا علي احسن لكم والكاس بيكون ان شاء الله في الحد ان شاء الله باذن الله. جمهور الحد احنا نعرفه انه اكثر من هالجمهور. وينهم؟ لحم بيونكم ان شاء الله. متى بيون؟ بيون مباراة الجاية بيون إن شاء الله. وجه لهم رسالة. كلهم بيون إن شاء الله. وجه لهم رسالة مباراة الجاية كلهم موجودون هنا. وبكذي مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى ختام تغطيتنا لذهاب كاس جلاله الملك المفدى اغلى الكوس. ترقبونا الاسبوع المقبل في مرحله الاياب التي ستشهد قمم كرويه مثيره بالتاكيد. نهايه الحلقه في امان الله.
Thank you.